خد يا ابني ما تقلق يا ابني. عامل قفله في الدايره، عامل في قفله الدايره في البلد وقسم الشعب. لازم يمشي ويمشي بتراشر. هو لن يوافق زي لو استسلموا هيستسلموا في كل حاجه، لكن هو هيستسلم لك في ان انت تحط بند تكمله الرئيس مدته. هو مش هيستسلم بس دي معركتي. هو كان مبارك استسلم، ما انا ده اللي احنا معركتي واحنا كلنا اتوحدنا. قصدي لو فرضت شروطك هتفرضها على بعضها، ولو ما عرفتش تفرض شروطك مش هتعرف تفرضها على بعضها. احنا عايزين كويس. القوى الوطنيه دلوقتي بتركز في الاعلان الدستوري وفي الدستور. الشعب معلش مع كل احترامي سبق القوى الوطنيه. الشعب احنا عايزين القوى الوطنيه تتوحد مع الشعب في حته طلب الرحيل، في حته طلب الرحيل، وطلب الرحيل بطريقه شرعيه. الناس دي القوى الوطنيه ديت والقوى السياسيه ديت تشتغل خدامه عند الشعب. الشعب بيقولوا هي هي. احنا عايزين المطلب ده، طلب رحيل بطريقه شرعيه. الناس بقول لك ايه، محمد ابو حامد من نص ساعه الدستور هيتعمل في ميعاده. يا جماعه محدش يعمل الدستور. محمد زايد خالد يلا تعال.